اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمي برز رافيا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفيع إلى أن له صرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من السهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مخولا مقتوء السرة. توالى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة وما بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل ولا نصرف المحلوكين وحد الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمي شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فدعا لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأدجعته فلم أنصب أن غزيني ظلمة ورعب وقسعررة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم الرب والظلمة والقسعررة أي يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله. فكنت من أول الناس إسلاما وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات بما يقضي بأذم شرف عند مولا وأن أين عناية في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوام الأكوام لوامع نوره تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته سيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات. فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان. وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير الأكول والأذهان. وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته العنام وهو يرعى الأغنام. فأجأوه على الأرض إجاء التشريف وشكوا بدنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوا وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا. وما أخرج الأملاك من قلبه أذى
ولكنهم زادوه طهرا على طهري، وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية وباهية باهر الآيات، فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة، فتخوفت عليه من حادث تخشاه، ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه، فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاكه، وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول معراج إلى حضرة الله البر الوسول، وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السراج. فقد أرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه أمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سمع ولجه إلى وبدره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل، كل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى تجاوز سبع اتباك ووصل إلى حضرة الإطلاق نزلته من الحضرة الإلهيات، هو أمير النفاهات القربيات، ووجده بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات، وأولته جميل الهبات، وندته بشرف التسليمات، بات أن أثنت على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات، فيا لها من نفحات غامرات وتجلية عالية في حضرة باهرات، تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات، وسوابها الفيوضات بعيد الحدوء والإحباط، رتب تسكت الأماني حسر دونها ما وراءهن وراءه. أقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما أقال، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فما هي إلا منحة حصلت بها هدرة الامتنان هذا الإنسان، وأولته من عواطفها الرحمة ما يجز عن حمله ثقلان، وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها، ولا تستطيع الألسن أن تقرب عن خفي دقائقها، حصلت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والعدون السامعة، فلا يطمع الطامئ في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على خير سيد المرسلين، فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمعاشر الأخلاق بما تضيق عن كتابة بدون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، فأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بر رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق الصالح ذو المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجاب إجابة معجلة، وله الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله معاش لذي أخلاق العباد القوية التي ترتعد منها فرائس وقيا من البرية، ومن نشر ذيبه تعترض الدرج والمنازل، وبيعرف ذكري تضيبات المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلقه في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، أجملت في وصف الحبيب وشانه، ولو العلا في مجده ومكانه، أوصف عيس قد على مجد، وأخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما فاد العلم، وقيم ولد النبي الكريم،
وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقار من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحسن مني أن أمسك عنة الإقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أضفت يا جيرة العلم يا أهل الجود والكرم. يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عفت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أثبت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. زمان أنت حاكمه زلم الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أثبت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. عجل منك بالفرج.
بالفرج الله الله يا حبيبي يا رسول الله سلام علي يا ربيع الشهد والترج والترج يا حبيبي على ببركتك الله الحسنى بحرمتك بحرمتك الله الله بحرمتك الله الله يا حبيبي رسول الله سلام علي يا ربيع الشهر والدرجي 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 يا حبيبي رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي 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 يا حبيبي الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب إزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر كاشف إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف بجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بمولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابة ووفقنا للأمل بالبركة الصالحة واكتب لنا بالخاتمة اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا خسوة نعمتك اللهم لا تخربنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة ربي فجعلنا مجتمعنا غاية حسن الختام وأتينا ما قد سألنا من أطاياك الجسامي وأكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وأبلغ المختار أنا من صلاة وسلام اللهم اجعل حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب ما يقربنا إلى حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تفرق بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تفرق بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تفرق بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لنا في هذه البلدة يا الله اللهم بارك لنا في هذه البلدة يا الله اللهم بارك لنا في هذه البلدة يا الله بركة محيطة ومسيدة اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رؤيا صادقة غير منسيئة اللهم لا تحرمنا من رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم لا تخرمنا من رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخرمنا من رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى حضره بأسر سر الفاتحه.